عليكم حبيبتي، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف لصحابي نفقر الدم، بحال السفوف بحال تقنطه، وهي زوينه صراحه. انا كنديرها بزاف لانه شي مرات كيقيسني فقر الدم، ففريمون هاد الوصفه هذه زوينه وغنيه وكتعجب حتى الدراري صغار. ندوزو للمقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. عندي زلافة ديال اللوز اللي ممسوح مزيان، تقدروا تمسحوه بماء زهر او لا تمسحوه غير هكا بشي منديل يكون نظيف صافي. وانا غادي نحمرو شي شويه هكا غير فوق من الطوجينه، المهم غادي تشوفوا معايا. وعندي هنايا الكاوكاو اللي انا غسلته مزيان ونقيته وقليته، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الطريقه كيفاش ديروا ليها ان شاء الله. راني درتها معكم تاع عمليه القلي كيفاش كتكون باش يجيكم كروكون وما يلواش ليكم يعني، وكيفاش تخلصوا بديك الغبره البيضاء اللي كتكون فيه الا كان بلا قشور يعني جبتوه. عندي زنجلان اللي محمر ومطحون، وعندي إلان. إلان كياكلوها الناس اللي كيكون هي زوينه بزاف للعظام، اللي كيتقردوا الله يستر بعيد الباس يعني. هي زوينه بزاف صراحه، مفيده واللي عندهم هشاشات العظام بزاف ديال الحوايج. المهم انا الصراحه بما انه غادي ناكل هذه الوصفه انا وبنتي، ففكرت اني نديرها يعني لداخل زعما ما غاديش تبان صافي. وعندي العسل، وعندي الا غادي ندير غير معلقه صغيره او معلقه كبيره لانه النسمه ديال الشو كتكون شويه قويه صافي. وعندي زيت العود، انا كندير كل مره كميه كنديرها هادو بحال كرات الطاقه تقريبا، غير انا ما درتش فيهم يعني التمر، كيبغى تزيد التمر تقدر تزيدو. المهم انا كنديرهم هكا كل مره كندير كنصايب شويه يعني غير شويه على ما ناكلو، ومن بعد عاوتاني نعاود نصايب نفس الطريقه باش هكا تبقى بالفيتامين ديالها وكتبقى هاد الوصفه زوينه بزاف. كما قلت لكم صحابي اللي فقر الدم واللي عندهم نقص الحديد في الدم اوتسي راه غير مفعاله وزوينه يعني، راه بحالها بحال الصفوف غير ما فيهاش دقيق وصافي. المهم دابا غادي نبداو على بركه الله. هنايا خديت واحد المقله اللي وضعت فيها اللوز ديالي على نار مهيله، غادي نبقى نقلب فيه مزيان حتى يحمر ليا شي شويه، وباش ما يجينيش لاوي يعني فاش نبغي نطحنو ما يبغيش يطحن ليا صافي. وغادي ندوز للمرحله الثانيه من بعد ما هكا عندك يتحرق لكم، لان اللوز كيبغي كتبقاو تقلبوا فيه سينو الا ريطو غيتحرق. هنايا البنات ها هو اللوز من بعد ما طحنته، صراحه هذا اللي كميه اكثر، شوفوا بقى ليا عاد. المهم غادي نحاول نزيد شويه ديال الزنجلان، هنا البنات هذا هو الزنجلان اللي طحنت، وهذا الكاوكاو، وهذا اللوز كما راكم تشوفوا. هنا غادي نزيد انايا غير معلقه هكا يعني نص معلقه ديال الإلان، ومن بعد غادي نذوق حيت ما كتعجبنيش ديك النسمه الطاغيه، مع العلم انه الإلان مفيد بزاف للرجلين والعظام وداكشي. هنا زدت واحد شويه ديال الملح قبيصه. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو تقدروا تزيدوا هنايا الاخر دوك الصوايح اللي كنديرهم في الكعك اولا في الصفوف، الناس تقدروا تزيدوا اللي كتعجبها، تزيدوا حبه حلاوه النافع وداكشي. انا غادي نكتفي بحال هكا. هنايا غادي نضيف جوج معالق ديال العسل، وغادي نضيف الزيت بالتدريج، زيت العود بطبيعه الحال. غادي نبقى نضيفها حتى يبان ليا تجمع ليا، انا غادي نجمع غير بيديا وانتم لكم الاختيار. المهم هاد الوصفه راه سهله صراحه، وبحال كره الطاقه اللي كتمد لنا الطاقه، والله صراحه زوينه بزاف وكتحيد ديك السخفه ديال فقر الدم، زوينه وعن تجربه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش دعموني بلايك واشتراك. وجميل عجبتكم الوصفه، الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.